صنعاء على مرمى حجر، حقيقة تعززها الثقة والمعنويات العالية للجيش الذي يتقدم دون توقف في جبهة نهم وسط هزائم وانسحابات متوالية للانقلابيين في هذه الجبهة. أكثر من 10 مواقع حررها الجيش خلال اليومين الماضيين، أهمها مرتفعي دوة والعياني، وخسر الانقلابيون بفقدانها تحصينات مهمة في خط الدفاع الأخير. إلى هذه الجبهة دفع الانقلابيون بأكفأ رجالهم وبأحدث أسلحة الدولة التي نهبوها، وجربوا فنون القتال والتحصين، لكن ذلك لم يمنع من تلقيهم هزائم مرة لا تتوقف على هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة، بل تتعدها إلى الخسائر المرة في أوساط القيادات الميدانية، كان أبرزها قائد اللواء الرابع في الحرس الجمهوري المنحل، بالإضافة إلى القيادي البارز في لجان الحوثية الشعبية خالد المداني. ونبارك الأول للقيادة السياسية بشكل عام وللشعب اليمني وللشعب اليمني الحر بالانصارات التي حققها اللواء أبطال اللواء 320 مدرع. كلمة السر في معارك نهم الأخيرة هو اللواء 310 أو لواء الشهيد اللواء حميد القشيبي. خطوط الأمامية اللواء 310 الذي حقق الانتصارات العظيمة والذي أعاد بها أعاد لدماء الشهداء، أعاد لهم المجد، أعاد لهم البطولة، أعاد لنا، أعاد لكل الأبطال الثقة بقواتهم بقيادتهم بأفرادهم. بالنسبة لهؤلاء الرجال تغيرت ساحة المعركة وتغيرت أهداف العمليات القتالية من دفاع عن صنعاء وسط كم هائل من الخذلان إلى استعادة صنعاء، لكنهم يقومون بكل ذلك بنفس العزيمة والإرادة والإصرار. لم تنقطع زيارة القيادات العسكرية العليا لهذه الجبهة، ثمة ما يعزز الإيمان لدى هؤلاء بأن مهمتهم توشك على الإنجاز ولن يقبلوا بأقل من استعادة صنعاء. بطل المعركة في هذه الجبهة أيضاً طيران التحالف العربي الذي يتدخل في الوقت المناسب ويساهم في تحييد التحصينات الهائلة التي نصبها الانقلابيون أمام تقدم الجيش، معركة تتكامل فيها إرادة المقاتلين على الأرض مع مهارة الأداء النوعي للطيران، والنتيجة حسم متواصل يجعل الجيش أقرب من أي وقت مضى من تحقيق هدفه النهائي استعادة صنعاء، لكن بانتظار قرار سياسي واضح.